اهلا بيكم. النهارده هنوريكم ازاي تقدر تخلص تجيب 3 نجوم من تحدي 2 خير من 1. اول حاجه هنجيب الارشر دول، معاك 2 ارشر، هنقربها من المورتر على قد ما تقدر. هنجيب واحد هنا وهنجيب واحد هنا كده، الارش المورتر مش هيشتغل. بعد كده هنجيب واحد جوبلين هنا، واحد جوبلين هنا، بعدين هنجيب واحد تنين هنا، واحد تنين هنا. هنجيب بقى الارشر اللي هو القوي ده شويه، هنرمي واحد هنا وهنرمي واحد هنا. طبعا الكهرباء دي ممكن تدمر بيها الحاجات دي كده، واحد وتدمر واحد كده هنا كده. بعدين هنجيب الناس اللي شايله صخر ونرمي واحد هنا واحد هنا. طبعا الناس اللي شايله صخر دي بتدمر يعني اللي ورا كمان، اللي ورا اللي بتدمره. هنجيب قنبله وننزلها هنا كده، بعدين هنجيب الثلاثه ونحذفهم هنا. بعدين بقى تنزل بقى ايه الفالكري بقى والارشر كده عشان ايه يدمروا لك الحاجات دي. بعدين ترمي واحد هنا واحد هنا خفاش عشان يبعدوا عن الفالكري شويه. بس وكده انت دمرت التاون هول، خدت 3 نجوم سهلين جدا. مش لازم تقتل الكينج دول، كفايه ان انت دمرتهم بس بالصواعق الكهرباء عشان تقدر تجمع المية في المية. بس كله اتدمر. بس ده كان التحدي، اعملوا نفس الخطوات عشان تقدر تاخد الثلاث نجوم. ولو عجبك الفيديو اعمل لنا سبسكرايب واستنى في الفيديو الجاي. شكرا، سلام عليكم.